بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الثانية من الأسبوع 13، ونستكمل التزامات المستأجر برد المأجور في حالة الزيادة فيه. نصت المادة 645 على هذا الأمر، وقد أوجدت حكما للمصروفات النافعة التي يقوم بها المستأجر، وميز بين ما إذا قام المستأجر بالبناء أو الغراس أو التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته أو دون علمه أو رغم معارضته، وحق المؤجر فيه من أجل الوفاء بما عليه، وذلك على النحو الآتي: أولا، إذا أحدث المستأجر البناء أو الغراس أو التحسينات بعلم المؤجر أو ودون معارضته. إذا كان المؤجر يعلم بما أحدثه المستأجر في المأجور من بناء أو غراس أو تحسينات ولم يعارض ذلك، فيكون قد علم بها، فقد يكون قد تم الاتفاق عليها بينهما. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق يجب إعمال ما ورد فيه، فقد يتفق على أن يقوم المستأجر بإحداث التحسينات أو الغراس، وحين ينتهي عقد الإيجار يكون للمؤجر أن يبتاعها بقيمتها حسب تقدير الخبراء مستحقة البناء أو مستحقة الإزالة. وقد يشترط في عقد الإيجار على منع المستأجر من القيام بأية تحسينات في المأجور والتزامه برد المأجور فيه على حالته قبل تسليمه. وقد يتفق أن تكون التحسينات بعد انتهاء العقد ملك للمؤجر دون مقابل. وإذا أحدث المستأجر التحسينات أو بناء أو غراس بعلم المؤجر دون اعتراضه، فبمقتضى النص فإن البناء أو الغراس أو التحسينات تبقى للمؤجر لأنه على علم ولم يعترض على القيام بها، فيكون موافقا عليها ضمنيا، ومقابل ذلك يرد للمستأجر أقل القيمتين ما أنفقه في سبيل الاستحداث أو ما زاد في قيمة المهجور نتيجة التحسينات المذكورة. ثانيا، إحداث المستأجر البناء والغراس أو التحسينات دون علم المؤجر أو رغم معارضته، وهذا ما حددته الفقرة الثانية من النص المذكور حكم هذه الحالة وعليه. فللمؤجر أن يختار بين أن يطلب إزالة ما استحدثه المستأجر، وعلى ذلك يجب على المستأجر إزالة ما استحدثه ويرد المأجور بالحالة التي كان عليها المأجور قبل الاستلام، مضافا إليه تعويض إذا كان له محل. وللمؤجر أن يطلب استيفاء ما استحدثه المستأجر في المأجور، وفي هذه الحالة عليه أن يرد المستأجر أقل القيمتين ما أنفقه لاستحداث التحسينات أو ما زاد فيه المأجور. ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إعطائه مهلة للإيفاء بأقل القيمتين كما حدده الخبراء إذا لم يتم الاتفاق عليها بين طرفي العقد. وإذا كان البناء والغراس يبقى حتما، فيكون مالكا ملكا للمؤجر، وإذا استبدل يكون ملكا للمستأجر، وإذا كان الأمر غير واضح يكون ملكا للمؤجر معلقا على شرط واقف، وهو أن يعلن المؤجر عن نيته في استيفاء البناء أو الغراس. والآن ننتقل إلى موضوع آخر، ألا وهو الإيجار من الباطن والنزول عنه. طبعا الإيجار من الباطن يعتبر حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة حقا شخصيا تجاه المؤجر، وليس حقا عينيا على العين ذاتها، وبالتالي يجوز للمستأجر أن يتصرف فيها بالتأجير والرهن والبيع وغيرها من التصرفات القانونية التي ترد على الحقوق الشخصية بيد
أن أهم أنواع التصرفات التي ترد على حق المستأجر وأكثرها شيوعا في العمل نوعان. الأول تصرف يتنازل فيه المستأجر عن حقه للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل، وهذا يسمى التنازل عن الإيجار. الثاني يستقل به المستأجر حقه عن طريق تأجيره للغير، وهذا يسمى التأجير بنا الباطل. وبهذا يظهر الاختلاف بين الأمرين، ففي حالة النزول تكون طبيعة ما قام به المستأجر هو بيع أو هبة أو حق لآخر، ويترتب على تحويل حق المستأجر إلى المشتري أو إلى الموهوب له. أما في الإيجار من الباطل فيوجد عقد إيجار أصلي بين المؤجر والمستأجر، وعقد إيجار من الباطل بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطل. أما عن النتائج المترتبة على اختلاف الإيجار من الباطل عن النزول عن الإيجار، أولا تطبق أحكام حوالة الحق بخصوص حق المستأجر وحوالة الدين بخصوص التزاماته في حالة نزوله عن الإيجار. أما الإيجار من الباطل فيخضع لأحكام عقد الإيجار. ثانيا وحدة الشروط فيما بين المؤجر والمستأجر وفيما بين المستأجر ومن تنازل له عن الإيجار. أما الإيجار من الباطل فقد تختلف الشروط الخاصة بالإيجار الذي أبرم بين كل من المؤجر والمستأجر وشروط الإيجار من الباطل الذي أبرم بين المستأجر والأصل والمستأجرين من الباطل. ثالثا النزول عن الإيجار تصرف قانوني يتطلب أهلية إبرام التصرفات القانونية. أما الإيجار من الباطن فهو من أعمال الإدارة، يكفي للمستأجر الأصلي أن تتوافر فيه أهلية الإدارة. رابعا الامتياز للمستأجر الذي يتنازل عن الإيجار على ما يوجد في المأجور من منقولات المملوكة لمن تم التنازل له، بينما يكون للمستأجر الأصلي حق امتياز على المنقولات المستأجر من الباطل الموجودة في المأجور. خامسا لا يترتب على نزول المستأجر عن المأجور وجود التزامات وحقوق التي تثبت في المؤجر والمستأجر، في حين تنشأ التزامات على المستأجر من الباطل بإجراء الترميمات الضرورية والمحافظة على المأجور. ولا يجوز للمستأجر أن ينزل عن الإيجار أو يقوم بتأجير المأجور من الباطل كل أو جزء منه إلا إذا استحصل على إذن مكتوب من المؤجر طبقا للمادة 647، فهو لا ينفذ في مواجهة المؤجر إلا بإجازته كتابا، فالإجازة اللاحقة كالإذن السابق. واستثناء من ذلك أجاز المشرع الإبقاء على الإيجار للمشتري في حالة بيع المصنع أو المتجر أو الجدل الذي ما عدا التجارة أو الصناعة الذي أنشئ على العقار المأجور، حيث نصت المادة 650 حيث ما نصت عليه المادة 650 حيث أجازت للمستأجر النزول عن الإيجار لغيره بالرغم من منعه. ويشترط لإعمال الاستثناء واحد وجود متجر أو مصنع مملوك وشيد على عقار مملوك لشخص آخر، ويكون مالك المصنع اللي هو المتجر مستأجر للعقار ولم يستحصل على إذن كتابي من المؤجر بالنزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطل. ثانيا أن تتحقق ضرورة تتطلب بيع مالك المتجر أو المصنع مثل كبره في السن أو عجزه عن العمل أو وفاته وترك ورثة لا يملكون القدرة على الاستمرار في العمل. ثالثا أن يقدم المشتري للمؤجر ضمانا كافيا للوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار الذي انتقل إليه، وأن يكون الضمان إضافيا للضمان الذي يكون للمؤجر في المنقولات الموجودة في المأجور،
لأنها في الغالب معدل البيع مثل أن يقدم له رهنا وكفالة، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر الضمان الإضافي الكافي. رابعا، ألا يلحق المؤجر ضرر نتيجة نزول المستأجر عن الإيجار للمشتري، فالمؤجر يضع في اعتباره حين أبرم عقد الإيجار صفات المستأجر، وقد يؤدي نزول المستأجر عن الإيجار للمشتري عدم توافر هذه الصفات في المشتري، فيلحق المؤجر في هذه الحالة ضرر محقق، ويكلف المؤجر بإثبات ذلك، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر الضرر. خامسا، أن يحصل المؤجر على نسبة من الثمن تقدرها المحكمة على ألا تزيد على نصف الثمن بعد حسم قيمة الموجودات المادية التي شملها البيع، مثل أن يكون ثمن نصف مليون دينار وقدرت الموجودات المالية التي شملها البيع ب400 ألف دينار، فيكون نسبة المؤجر من الثمن لا يزيد عن 50 ألف دينار. سادسا، ألا يطلب المؤجر الشراء لنفسه شريطة التزامه بدفع حصة المستأجر، فإذا تحققت الشروط المذكورة يجوز للمستأجر أن ينزل عن الإيجار للمشتري بالرغم من عدم حصوله على إذن كتابي من المؤجر. فإذا ما حصل المستأجر على إذن كتابي من المؤجر بتأجير المأجور أو نزل عن الإجارة، فإنه يتقيد في ذلك بما عليه من قيود انتفاعه نوعا وزمنا، وإذا كان النزول جزئيا فيحل المتنازل له محل المستأجر في حدود ما نزل له، وإذا نزل له عن جزء من المأجور يحل محله في هذا الجزء، وإذا نزل عن مدة معينة يحل محله خلالها فقط. والعلاقة بين المستأجر من نزل له عن الإيجار ليست علاقة إيجارية، وإنما هي علاقة قائمة على الحوالة، حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر نحو المؤجر، وحوالة دين بالنسبة لالتزامات المستأجر نحو المؤجر. فعقد الإيجار هو الذي يتحول بمحتواه من حقوق والتزامات من المستأجر إلى المتنازل له، ويحل المتنازل له محل المستأجر، ويصبح المستأجر في عقد الإيجار بدلا من المستأجر الأصلي. أما الآثار المترتبة على النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطل، أولا، علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإيجار وبالمستأجر من الباطن. أولا، علاقة المستأجر بالمتنازل له. يترتب نزول المستأجر عن الإيجار لشخص آخر وجود حوالة حق تصدر من المستأجر إلى المتنازل له، فالمستأجر نزل عن حقه بمقابل أو بدون مقابل، وقد يكون نزول المستأجر عن الإيجار كليا أو جزئيا، فإذا كان كليا فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار في كل المأجور وخلال المدة. أما عن علاقة المستأجر بالمستأجرين من الباطل، هي علاقة عقدية يكون فيها المستأجر قد أجر حقه لمستأجر آخر من الباطل، وعليه يكون عقدين بين المؤجر والمستأجر الأصلي، وآخر بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر من الباطل، ولا يشترط أن تكون شروط كلا العقدين متطابقة، فيمكن المستأجر الأصلي أن يؤجر المستأجر من الباطل مدة أقل أو مدة عقد الإيجار الأول، وبانتهاء مدة الإيجار الأصلية تنتهي الأجرة من الباطن، إلا إذا أقرها المؤجر أو يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإخلاء المأجور. طيب، الآن نتحدث عن الفرق بين النزول عن الإيجار والنزول والإيجار من الباطل. العلاقة في حالة النزول عن الإيجار تكون علاقة حوالة
أما في الإيجار من الباطل فيوجد عقد إيجار ثاني ويترتب على ذلك الآتي: أولا، ينتقل نفس عقد الإيجار من المستأجر إلى المتنازل له عن الإيجار. أما في الإيجار من الباطل فيكون عقدان. ثانيا، في النزول عن الإيجار يكون للمستأجر حق امتياز البائع على حق الإيجار الذي انتقل إلى المتنازل له، في حين يكون للمستأجر الأصلي حق امتياز المؤجر على المنقولات الخاصة بالمستأجر من الباطل الموجودة في المأجور. كذلك لا يهيمن المستأجر، لا يضمن المستأجر إلا وجود الحق المتنازل عنه، بينما يضمن في الإيجار من الباطن التعرض الذي يحصل للمستأجر من الباطن. رابعا، يسلم المستأجر المتنازل المأجور في الحالة التي يكون عليها وقت النزول. أما في الإيجار من الباطن يسلم المستأجر من الباطن المأجور في حالة يصلح للانتفاع به. ثانيا، علاقة المستأجر بالمؤجر. علاقة المؤجر بالمستأجر في حالة نزوله عن الإيجار تحكم هذه العلاقة بين المؤجر والمستأجر في حالة نزوله عن الإيجار أحكام حوالة الحق وحوالة الدين. فالمستأجر بنزوله عن الإيجار حول حقوقه قبل المؤجر إلى من نزل له، لذلك يصبح المؤجر غير مدين للمستأجر، وهو المستأجر التزاماته، وحول المستأجر التزاماته نحو المؤجر إلى من نزل له، فلم يعد ملتزما نحو المؤجر، وبالتالي تنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له، ولا تقوم أي علاقة بين المؤجر والمستأجر تستند إلى عقد إيجار. ومع ذلك يبقى المستأجر بحكم القانون ضامنا للمؤجر تنفيذ المتنازل له عن عقد التزامه نحو المؤجر، ولا يرجع المؤجر على المستأجر بالضمان إلا إذا وجد المتنازل له معسرا. وإذا عاد المؤجر على المستأجر الأصل يستطيع الأخير أن يرجع بما أوفى على المتنازل له، ولكن الأمر يختلف إذا منح المؤجر المستأجر الأصلي إذنا خطيا، فإن ذمة المستأجر تبرأ ويكون المؤجر قد أعفى المستأجر من مسؤولياته والتزامه بالضمان، ولم يبقى أمام المؤجر سوى المتنازل له كمدين للرجوع عليه. ثانيا، علاقة المؤجر بالمستأجر الأصلي في الإيجار من الباطن الذي يحكم هذه العلاقة عقد الإيجار، فيكون المؤجر دائنا للمستأجر الأصلي بكل الالتزامات المستأجر الأصلي نحو المؤجر، ويكون المستأجر الأصلي دائنا للمؤجر بكل الالتزامات التي تثبت للمستأجر في مواجهة المؤجر، ولكن تبرأ ذمة المستأجر الأصلي إذا قبل المؤجر الإيجار من الباطن، فلا يكون مسؤولا أمام المؤجر وفق نص المادة 652 من القانون المدني. كذلك تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر في إحدى الحالتين: الحالة الأولى إذا قبل المؤجر صراحة النزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن بعد حصوله، إذن ثانيا إذا استوفى المؤجر حقوقه مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي. وقبول المؤجر بالإيجار من الباطن حسب النص يجب أن يكون صريحا بعد حدوث الإيجار من الباطن، وهو قبول آخر غير الموافقة الكتابية، على اعتبار أنه قبل المستأجر من الباطن بالذات، يعد أنه مدينا له، وبالتالي تبرأ ذمة المستأجر الأصلي على أساس فكرة حوالة الدين. أما بعد استعراض العلاقة ما بين المستأجر والمستأجر في حالة النزول على الإيجار أو الإيجار من الباطن، يوجد فروق
يوجد فروق على النحو الآتي في النزول، وسوف نتحدث عن هذه الفروق في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.